مرحبا، معكم ميراز، رقاة من فريق سمارت تيم، واليوم حأشرح لكم الـ OpenGL إن شاء الله. هلا إيش هي الـ OpenGL؟ الـ OpenGL عبارة عن library للـ C++ بيستعملوها المبرمجين عشان يعملوا الـ graphics للـ game 3D modeling عشان يعملوا 2D rendering. هلا rendering يعني بده يظبط ال pixelization اللي موجود، البكسلة الموجودة جوا الصورة. 3D graphics اللي هو 3D modeling لل games، لل زي ما حكينا بأول chapter display of information games and so on and so forth اللي حكيناهم بأول chapter. هلا it was developed by Silicon Graphics Incorporated ب 92. هلا هدول تقدر تستعملهم في other graphics packages غير ال OpenGL، هذا Java 2D and 3D، في RenderMan Interface، Virtual Reality Modeling Language VRML، هدول أشياء تانية غير ال OpenGL موجودة عشان تقدر تعمل فيها graphics تستخدمها. بس احنا هلا مين بنحكي عن الاوبن جي ال؟ هلا ايش هو الاوبن جي ال؟ هلا زي ما حكينا اوبن جي ال عباره عن لايبرري بي سي بلس بلس فور جرافيكس. بيسكلي في كل لايبرري لها فانكشنز، كيف الانبوت اوتبوت الاي او ستريم، كيف لها فانكشنز اللي هم السي ان والسي او، فيها هذول الفانكشنز، كيف يعني مثلا الماث دوت اتش فيو السكوير روت فانكشن، فيو مثلا الالجوريزمز لايبراري فيها تعمل اري سورت فانكشن زي هيك. لكل لايبراري بالسي بلس بلس لها فانكشنز لحالها. هاي الاوبن جي ال لايبراري في لها فانكشنز، اشي عملوه اول ما طلعت اللايبراري ببلش بالجي ال جي ال، بعدين لما تطورت شوي هاي اللايبراري صار في عندنا جي ال يو جي ال يو تي بتبلش الفانكشن. هلا أمثلة على أول functions طلعوا GL begin تستعملها قبل ما تبلش ترسم، GL end لما تخلص الرسمة، GL clear تعطيك clear page، GL copy pixels ما نستعملها بس تعمل copy للهاي البكسل، يعني مثلا أنت حطيت هاي النقطة في مكان ما تعمل copy للهاي البكسل لمكان تاني، بس إنه copy pixel وتحط اسم البكسل. We will see all that بال Visual Studio هلا. GL2D, GLRGB, GL lines, GL polygons، هذول الأشياء تستعملهم للرسم. بس تستعمل GL begin، تستعمل بعديها GL2D, GLRGB, GL lines, GL polygon. هلا GL lines برسم لك lines، GL polygon برسم لك polygon، في GL triangles، في GL quads، في كثير functions يعني. For built-in data types، للداتا تايبس الموجودين عندنا بايت شورت انتجر فلوت ودبل، كله تبلش بجي ال جي ال جي ال جي ال عشان تحدد انه ها ايش نوع الداتا اللي انت حتستعملها خلال الرسم تاعك، يعني اذر بايت شورت انتجر فلوت دبل، هذول كلنا اكيد نعرفهم لانه يعني وي اي تي ستودنتس. البايت اللي هي 1 بايت اللي هو الشيء بس 1 بايت اللي هم 8 بيتس، الشورت اللي هي أكبر من البايت بشوي، الانتجر كل حد بيعرف شو الانتجر، الفلوت اللي هم الأرقام اللي في لهم دوت بس، كم برضو الدبل في أرقام الديسيمال نمبرز بوث اوف ذم، بس بنفرق الفلوت عن الدبل بإنه نحط F بعد الرقم. سو يعني أوكي سوري بس إنه ما كنت حاطها السكتش باد. تمام يعني it's gonna take some time. هلا فرجيكم ايش الجزء بالفلو، ايش كيف الفرق بين الفلوت والدبل. اوكي بنشرح عنها يعني بالمواد الثانية. يعني هي اوكي هي الفلوت 1.0 1.0. كيف بدك تفرق اذا هذا فلوت ولا هذا دبل؟ هذا مع اف بصف فلوت بدون اف اللي هم الدبل. اوكي هلا جي ال يوتيليتي اللي حكينا عنهم جي ال يو، في برضه فور فيوينج اند بروجكشن ماتريسز. حكينا احنا اول ما بلشت كل شيء بلش عندنا يا بالتكنولوجي 2 دي كان،
فلما صار في عندك لازم في عندك projection، في عندك viewing، في عندك الكاميرا بدها تتحرك، بدك تعمل texturing، لازم تستعمل ال GLU. هاي الفانكشن، هدول الفانكشنز الجداد اللي نزادوا على اللايبرري، مش جي ال ببلشوا، ببلشوا بجي ال يو للبروجكشن، يعني عشان زي بتشابتر 9 و10 حنستعملوا اكثر شيء. التول كيت عشان عشان يعمل انتراكشن مع اي سكرين، يعني مش بس يستعمل بس السكرين، السكرين بيعمل عليها المبرمج الجيم هي تظبط على الجيم، لا نستعمل التول كيت عشان لكل السكرينز تزبط، عشان يكون عندك اياه الموضوع جنرال مش بس شيء برايفت لإلك. اوكي هلا اهم اشياء بالجلوت لايبرري اللي هي تستعمل تعمل انكلود للهيدر فايل. علمتكم كيف نعمل انكلود للهيدر فايل احنا باول الفيديوهات. الفويد انيشاليز، هذا الانيشاليز بيعمل الكالر تاعت الديسبلاي ويندو ايش تكون الكالر تاعتها. الماتريكس تاعت الجي ال بروجكشن، الجي ال اورثو 2D ايش يعني اورثو؟ يعني الاورثوجونال، هذا هنحكي عنه بالشابتر 8 اللي هو نوع من انواع الفيوينج. الفويد ديسبلاي هو بيعمل لنا جي ال كلير، جي ال كلير حكينا انه بيعمل كلير للديسبلاي ويندو عشان تبلش بديسبلاي ويندو فاضيه. جي ال كولر 3F، 3F از ان بنستعمل 3 فلوتنج نمبرز. نعمل سيلكت لاين سيجمنت كولر تو ريد، مثلا بدك ترسم اي بتبلش رسم تستعمل، مثلا بدك تستعمل هلا بالفويد ديسبلاي احنا بنعمل كل الرسم. anyways بالانيشاليز بنحط البروجكشن، بالمين مثلا بتحط اي اشي انت بدك تحطه، يعني زيادة مثلا بدك تعمل اشي عشان تبينه بالرن. اوكي مثلا بدك تعمل insert number، هذا النمبر بدك تطلعه للديسبلاي عشان تقدر. هذا هلا بدي افرجيكم بالمثال الاول ما اعطيكم اياه الدكتور. هلا بتعمل selection للكولر اللي بدك تعمل فيه جي ال بيجن، زي ما حكينا لازم لما تبلش الرسم انك تستعمل جي ال بيجن. هلا ايش بدك ترسم؟ جي ال underscore lines. عندك الجي ال الاندرسكور زي ما حكينا فوق هم الاشياء اللي بنستعملهم للرسم. الجي ال اندرسكور عندك لاينز كوادز تراينجلز وبوليجونز، في اكثر من اشياء بس هدول بنستعملهم احنا اكثر اشياء هلا مبدئيا. هلا جي ال فيرتكس 2i، ايش يعني جي ال فيرتكس 2i؟ انه عندك فيرتكس، عندك نقطه زي ما حكينا بالفيديو الماضي، في عندك نقطه. فيرتكس عباره عن بيكسل، بيكسل عبارة عن نقطة عن 2 بارتس، ال 2i يعني 2 انتجر، يعني بتبلش من 180 15 والبيكسل الثاني هي 10 145. فبرسم لك اللاين هاب جي ال اند. هلا جي ال فلوش هو عبارة عن فانكشن كثير مهم عشان نستعمله، دائما بيكون يعني مثلا بكودات اللي يعطينا اياها الدكتور عشان الهوم وركس دائما بيكون موجود. جي ال فلوش بضل يعمل ببلش موضوع الرسم بشكل أسرع عشان ما يكون كثير بطيء الموضوع. أوكي هلا الفويد مين، فويد مين زي ما حكينا هو function main function عادي نستعمله. إله parameters، هدول parameters تعونه. هلا مش كثير حكينا عن هدول الفانكشنز احنا بالمحاضرات، بس اهم اشي هون بدك تعرف انه بدك كرييت ويندو، انه ايش التايتل تاعت الويندو، ايش الويندو سايز، وين الويندو بوزيشن حتكون على الشاشه، الانيشلايز اكسكيوت انيشلايز فانكشن، في عندك فانكشن بيلت ان باللايبرري اسمه ان اي اي تي اي ان اي تي سوري بس ما إلوش بارامترز. هذا بيعمل initialization بيعمل بداية عشان نرسم الـ OpenGL. الـ display function بتحط فيه الـ display. هلا الـ display function الـ glut display func اللي هو display function، بس هون بتقدر تسمي الـ display function أي شيء، يعني هون بتنادي فيه الـ display function عشان يبين لك على الشاشة. يعني احنا بنعمل run بالمين، هذول كلهم functions outside the main، احنا بنعمل run بالمين فأنا بدك تنادي هذا الـ function. هذا هو glut main loop، بعمل ديسبلاي لكل اشي بضل قاعد يستنى. اوكي هدول هلا حكينا عنهم كلهم بشكل واضح،
قبل شوي شرحت لك، شرحت لكم اياهم كلهم. يعني بصفي هاي موقع الشاشه 50 100، هاي اللاين اللي رسم عندنا، هاي 300 400 حجم الشاشه، لاين لونه ازرق من هون لهون.